رئاسة الملك محمد السادس أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن ابتداء من اليوم عملية مرحبا 2022 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن نسخة هذه السنة تتميز فضلا عن فتح مراكز للاستقبال بكل من المغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بافتتاح مواقع استقبال جديدة في المغرب لمواكبة عودة أفراد الجالية الذين من المتوقع أن يكون حضورهم مهما هذه السنة. أشار البلاغ إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ وتنسيق هذه العملية مع باقي المتدخلين قامت بتشغيل 23 فضاء للاستقبال، منها 17 فضاء داخل المغرب. أما خارج تراب الوطني فتتواجد مراكز الاستقبال مرحبا 6 على مستوى الموانئ الأوروبية بألميريا والجزيرة الخضراء وموتريل وست ومارسيليا وجنوة. اليوم بدات عملية مرحبا في نسختها 2022، وذلك طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره. اليوم كان تواجدوا في ميناء طنجيفيل اللي وعد وصل فيه وصلت فيه اول باخره اللي جايه من الجزيرات، واللي جوستمون اللي كيميز النسخه ديال هذا العام هي نقاط العبور اللي تم فتحها في إسبانيا اللي هي ثلاثة نقاط العبور الجزيرات موتريل وألميريا اللي ما كانش في النسخ ديال 2020 و2021. هذا العام 6 ديال نقاط العبور غادي تكون مفتوحة بالخارج، دونك إسبانيا فرنسا وإيطاليا. أما في المغرب غادي تكون 17 ديال نقاط العبور. ففي المغرب أيضا تم فتح 2 ديال نقاط العبور جديدة اللي هي مطار رباط سلا وباحة الاستيراد في بنديق سمر اللي جات حدا نقطة العبور باب سبتة، حيت هاد النقاط هادي ولاو كيتنافدوا عليها المغاربة القاطنين من الخارج بزاف، دونك فعلا حنا خصنا نكونوا تما موجودين باش نواكبوهم.